قد لا يكاد يخلو جهاز أحدنا من إحدى تلك الصور التي يعتلي رؤوسنا فيها طوق الورد. يعتبر فلتر الوردة كما يسميه البعض أحد أهم الفلاتر الموجودة على تطبيق سناب شات. أكمل هذا الفلتر عامه الأول برفقتنا، فلطالما كان رفيق اللحظات الجميلة. كانت تلك الأطواق بمثابة التيجان الشائعة في اليونان القديمة، ترتدى في مناسبات خاصة جدا، وتمنح تلك التيجان بالعادة إلى المنتصرين لتكريم الإنجازات والإشارة إلى الاحترام لهم.